إذن أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا من خلال هذا البث المباشر هنا من أمام باب الماكينة بمدينة فاس. بطبيعة الحال الآن في الأثناء انتهت الفترة الافتتاحية ديال مهرجان الموسيقى الروحية بفاس، بطبيعة الحال المهرجان العالمي اللي كيلقى يعني واحد الإقبال كبير من طرف الساكنة ديال مدينة فاس ومن طرف كذلك المدن المغربية. هو مهرجان عالمي فرق اللي عالميه كتجي كتقدم العروض ديالها. بطبيعه الحال الحفل الافتتاحي كان يعني حفل كبير بصراحه، حضروا مسؤولين كبار بطبيعه الحال، عدد كبير من الساده المتابعين الكرام اللي جاوا هنا وتفرجوا يعني في هذه العروض اللي تقدمت من خلال هذا الحفل الافتتاحي. بطبيعه الحال متابعينا ومشاهدينا الكرام، الدوره 26 من مهرجان فاس للموسيقى الروحيه العالميه الان انتهاء الفتره الافتتاحيه. غدا ان شاء الله كاين السبت والحد والاثنين، عفوا من 9 ل 12 غادي تكون عروض بكل من جنات السبيل هنا بماكينه. كاينين عروض، عندنا برنامج اللي غادي نشروه بطبيعه الحال من خلال بث مباشر اخر من خلال اللايفات اللي غتشوفوهم على قنوات شوف تيفي. بطبيعه الحال كانت تغطيه اللي هي حصريه، خدينا تصريحات ديال الناس اللي حضروا هنا بطبيعه الحال قبل قليل من داخل المهرجان، خدينا العروض قربناكم بالصوت والصوره من كل الاجواء قبل يعني الافتتاح، جينا شفتوا الاستعدادات الامنيه المكثفه ولا زالت العناصر الامنيه الان كتقوم بالدور ديالها وكتقوم بطبيعه الحال بتامين محيط باب الماكينه، فكل الشكر والتقدير والاحترام لهم. كذلك الوالي ديال الجهه حاضر وبعد قليل غادي يغادر هنا بطبيعه الحال، ربما هو اخر واحد غادي يغادر باب الماكينه، فكل الشكر والتقدير لكل السلطات الامنيه، رجال الامن الوطني اللي حارسين، كذلك رجال القوات المساعده، رجال الوقايه المدنيه، السلطات الامنيه هنا بالمنطقه ديال بطبيعه الحال بباب الماكينه، كل السلطات يعني العموميه دايره الدور ديالها كما يجب، تنظيم محكم لان هذا مهرجان عالمي، مهرجان اللي يعني دول العالم كيشاهدوه بطبيعه الحال. استنفار امني كبير كتشوفوا الان المحيط ديال باب الماكينه، يعني استنفار امني كبير، مجهودات جباره بوديلات من خلال اليوم الافتتاحي في انتظار ان شاء الله باذن الله غدا اليوم الثاني اللي غتكون فيه عروض اخرى، غتكون فيه فرق موسيقيه عالميه اللي غتجي غتبدع من خلال يعني المهرجان العالمي. فاس كانت شاقت من مثل هذه التظاهرات العالميه اللي كتعطيها المكانه ديالها، هي مدينه ديال 12 القرن بطبيعه الحال، التاريخ يحيى من خلال هذه العروض اللي الان الكل يتحدث بفاس، فاس والكل في فاس، فاس والكل في فاس، مقوله اللي كيقولوها ابناء مدينه فاس، وما احوج مدينه فاس مثل هذه المهرجانات اللي هي عالميه. إذا دائما معكم متابعينا مشاهدينا الكرام، انتهى اليوم الافتتاحي بطبيعة الحال ديال مهرجان الموسيقى الروحية لفاس، بطبيعة الحال هو مهرجان عالمي، هنا من أمام باب الماكينة كنقول لكم الأجواء الآن بالصوت والصورة لحظة بلحظة على قناتكم شوف تيفي. نقلنا لكم كذلك تصريحات ديال الناس اللي حضروا هنا، كانوا فرحانين باليوم الافتتاحي بطبيعة الحال، كان عروض اللي هي جميلة صراحة. مازال غدا وبعد غدا مازال اليوم 10 و11 و12 غتكونوا عروض أخرى، غادي نقربكم بطبيعة الحال من كل التطورات من كل اللحظات الجميلة اللي كتعيشها مدينة فاس. إذا كنحييكم كنشكركم بزاف، غادي نقربكم كذلك من المحيط هنا ديال يعني باب الماكينة كتشوفوا. والعلم المغربي دائما يرفرف من قلب العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام دائما معكم في البث المباشر هنا من مدينة فاس. بطبيعة الحال انتهت الفترة الافتتاحية ديال مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمي، مهرجان اللي كيتابعوه كل دول ديال العالم، شفنا مواطنين اللي جايين من أمريكا، من هولندا، من فرنسا، من بلجيكا، كل دول ديال العالم جاوا لهنا كيتفرجوا وكيستمتعوا بهذا. هي موسيقى روحانيه، موسيقى روحيه كتغذي الروح بطبيعه الحال، وكتشوفوا المجهودات ديال رجال الامن اللي الان لا زالوا حاضرين هنا بعد انتهاء ديال اليوم الافتتاحي او العرض الافتتاحي، لا زال العناصر الامنيه تنتشر هنا بمحيط باب الماكينه. كنوجه لهم مره اخرى الشكر والتقدير والاحترام على المجهودات الجباره اللي كيبذلوها بطبيعه الحال متابعينا ومشاهدينا الكرام. غادي نواصلوا معكم، غادي نقلوا لكم هنا الأجواء كذلك
بهذا المكان. إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، عادت الحركية الفاس بعد توقف اللي دام لسنتين بفعل الأزمة ديال الكورونا اللي هي أزمة عالمية، ما عندش يعني شي واحد دخل فيها بطبيعة الحال، هي أزمة عالمية اللي شاهدها العالم. والآن عادت الحركية الآن لمدينة فاس، شوارع ديال مدينة فاس حركية كبيرة الآن، في انتظار إن شاء الله الأيام القليلة المقبلة. نتمنى على أن الحفلات ونتمنى على أن الخير يكون دائما يعم مدينة فاس اللي كتستحق مثل هذه التظاهرات العالمية. إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، كنت معكم مراسل القناة بمدينة فاس منصف بودري، إلى أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. كنحييكم، كنشكركم بزاف، غدا نلتقي، السلام عليكم.